وانضم إلينا أيضا شارل أبي نادر المحلل العسكري من الزاوية التحليلية العسكرية. سيد شارل، ما الذي تراه في هذا الانفجار؟ هل هو وليد الصدفة أم جراء فعل ما ربما يشير إلى عمل إرهابي؟ لا شك أن هناك يعني غرابة في هذا الانفجار، لا يمكن يعني حتى الآن القول أن هناك عمل إرهابي أو هناك عمل مقصود، ربما صاروخ. يعني هناك بعض المعطيات، شهود عيان أفادوا عن صاروخ بين صاروخ من البحر الثاني. صاروخ من البحر، صح. يعني حتى هذه الآن يعني عندما يكون هناك يعني انفجار بهذا الحجم وبهذا الارتباك، لا نستطيع يعني أن نعتمد كثيرا على الإفادات الأولية، لكي يعني التكلم عن صاروخ من البحر ربما هو موضوع كبير، وهذا وارد يعني كما يبدو من ضخامة الانفجار، من طريقة يعني التركيز بين الانفجار الأول والانفجار الثاني. إذا كان الموضوع بداية يعني يتعلق بانفجار ألعاب نارية في عنبر متخصص لهذا، هذا لا يحدث هذا الدمار الهائل وهذا العصف. يعني هذا عصف هو ليس، إذا تكلمنا من الناحية العسكرية التقنية، يعني هذا العصف ليس هو عصف ناتج عن حتى عن صاروخ تقليدي عادي أو عن انفجار عادي. نحن نتكلم عن انفجار ربما بضخامة أو أكثر من الانفجار الذي استشهد. تقصد عبوة أو عبوات ناسفة؟ هل تشير إلى هذا الأمر يا سيد شارل؟ ليس ربما الصاروخ هو صاروخ خاص أو صاروخ متطور أو صاروخ فيه يعني تفجيرات أو متفجرات خاصة أو متفجرات غير تقليدية. يعني حتى الآن ربما نستطيع الذهاب بهذا الاتجاه، لكن هذا يعضد مسألة المخطط الإسرائيلي، أليس كذلك؟ وأنه ثمة شهود العيان الذين رأوا هذا الصاروخ القادم من البحر أو من المياه. صح، يعني هذا يعني يقرب أكثر عمل قريب من العدو الإسرائيلي. الآن العدو الإسرائيلي له مصلحة في هذا الموضوع، في إرباك الدولة اللبنانية من الناحية الصحية، في إرباك الدولة اللبنانية من الناحية التنظيمية ومن الناحية الإدارية والغذائية أيضا على هذا الإرباك. نعم، والغذائية، مرفأ لبنان شيء مهم. صح، من كافة يعني كافة النواحي. ربما الآن هذا الموضوع يعني لا يلامس بشكل مباشر الموضوع الغذائي، يلامس المستشفيات يعني. ونحن كما كان يعني يتفضل أحد ضيوفكم، نحن يعني على شفير الخط الأحمر لناحية المعالجات في المستشفيات لناحية تزايد إصابات الكورونا، بالإضافة طبعا للوضع الصعب.